لك ما تقلقش العملية سهلة واحنا في ظهرك. ادخل. النقيب محمد ابو جبل يا فندم. دخل يا اتفضل يا فندم. عرفتوا مين اللي عمل كده؟ للاسف يا فندم رجعنا الكاميرات وطلعوا اخو حضرتك. طب اطلع احضر الصوت روح انت. تمام يا فندم. ليه كده يا اخوي؟ شويه كلاب يلعبوا في دماغك ويخلوك ارهابي. القتل عندك بقى بسهولة ورحمة أبويا في تربته، ما هسيبك أنت والكلاب اللي بتتحامى فيهم. أحسنت يا أخي إسلام. العملية اللي قمت بيها أصابت 120 وقتلت 130. إجاز راح ندمر على الطواغيت. كل من أجل الجهاد يا سمو الأمير. تعرف رد يالا؟ مش واخد بالي يا فندم. انطع يالا. تعرفه؟ ده الدراع اليمين بتاع سمو الامير. هلاقي فين الواد ده؟ الواد ده سافر ليبيا من سنه. انت مفكرني بقى اصدقك واسيبك تمشي. انطع يالا. ما عنديش اي معلومات تانيه، انا قلت كل اللي عندي. افضل ورا الواد ده، الواد ده شكله مخبي حاجه. انا هخليه انطع يا فندم. ما تنطى يالا! تنطى يالا! ايه ده يا عبد السلام؟ ايه ده يا ابني؟ الواد هيموت في ايدك، ايه ده يا ابني؟ خلاص اقول شارع الوراق عمارة رقم 7 على السطوح جنب الكنيسة. طب تعالى انت والواد ده عشان نروح لهم في اسرع وقت. حاضر يا فندم، حاضر. قوم يالا! قوم يالا! قوم! قوم! والله ما حفلت على طاغوت من قبل، بس هو حق لا اله الا الله صعبان علي عشان دماغك مغسوله. حالك من حال الشباب اللي عندنا، نفضل نكلمهم عن الخلافه ونعيم الجنه وفضل الجهاد عشان المصلحه يا مغفل. نسيت اقول لك في تفجير كمان نص ساعه راح ننسف مبنى المحافظ على وجه الارض. البطل جاهز اسمه الامير. تروح انت اخبر. جاهز يا بطل. باذن الله. العملية بسيطة ما تقلق،
راح نأمن لك كل الطرق على بركة الله. تعال معي. فجر فجر بس حد شدر. اهدى يا اسلام، اهدى السلاح اهو. خطوه كمان وافجر المكان. اهدى يا اسلام، انا وقفت اهو. اخلع الحزام اللي انت لابسه ده، سيبك من عالدي لعالدي، مش تنفعك بحاجه. تعالى معايا. فين اسلام الدكتور اللي ما كانش بيسيب صلاه ولا عمره دي على حد؟ دلوقتي بقى ارهابي والقتل عنده بسهوله. سيبك منهم وتعالى عيش معايا في امان. لا تسمع له، فجر المكان او لا طواغيط. قلت لك فجر. لا يا سمو الامين، فجر.